هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلابنا الأعزاء أتمنى أن تكون بخير في الحصة السابقة قمنا بأخذ قصيدة ماذا أنا الأردن وقمنا بشرحها وفهم معانيها وأفكارها الرئيسية اليوم بإذن الله سنقوم بحل الأسئلة لكن قبل أن نبدأ بحل الأسئلة أو أنا كنت أريد أن أقيم مسابقة كي أتأكد من دراستكم للقصيدة وحفظ المعاني والشرح فكنت أود أن أقيمها الآن لكن خطر بذهني أن نقوم بحل الأسئلة ثم نقوم بعمل المسابقة ما رأيكم عندما ننهي حل أسئلة أنا الأردن نقوم بطرح أسئلة وأتأكد تمام معي يا سابع معي حبايبي الله يسعد صباحكم تمام إذا معلق يا شاهد بيكون من عندك فعملي ريفرش يعني تحديد طيب يلا نحل أسئلة القصيدة قبل ما نبدأ نفتح الكتاب صفحة نشوف حل الأسئلة أي صفحة صفحة 67 يلا نفتح الكتاب صفحة 67 عشان نحل الأسئلة مع بعض هلا يا سابع يلا سؤالي الأول ما الفكرة الرئيسية في النص؟ من يعطيني الفكرة الرئيسية في النص؟ أحسنت يا جمان حديث الشعر عن الأرض عن الأردن وعلاقته على العرب وفضله على العرب ودوره في تحفيزهم على الحق أحسنت يا جمانة الأردن نعم ليس الأردن فقط إنما نريد أن نفصل أكثر وأتحدث عن ماذا فكرة جمانة هي الفكرة الأدق هل هناك أفكار أخرى على القصيدة تستطيعون أن تكتبوا أي فكرة حديث عن الأردن أحسنت يا لين حديث الشاعر عن جمال الأردن وعلاقته وماذا أيضا وفضله على العرب وتاريخه وبلده أحسنتم جميعا إذا جمانة طبعا الفكرة موجودة في أخذناها البارحة لكن سأكتبها الآن مرة أخرى حديث الشاعر عن الأردن وتاريخه ومجده وعلاقته وشعبه سأتابع هنا وفضله على العرب طبعا في كل مرة نستطيع أن نكتب فكرة رئيسية جديدة إذا وفضله على العرب ودوره في تحفيزهم على ماذا؟ على أن يطالبوا بحقوقهم طبعا ما كملت لأنه اللوح ما بيوسع
انتم الفكره اصلا مكتوبه عندكم على الدفاتر، لكن انا اضفت عليها اشياء جديده من هون وعادي يعني نفس الاشياء. طيب، من رفاق الاردن كما ورد في النص؟ من هم رفاق الاردن يا سابع؟ المجد والتاريخ والعلياء والظفر. احسنت يا عمر. اذا المجد والتاريخ وماذا؟ والعلياء والظفر. احسنتم. كل هؤلاء ما لهم اصدقاء ورفاق للاردن ملازمون له. احسنتم جميعا. ماذا قصد الشاعر في قوله من سماء شع نور الحق يهدي الى البشريه او يهدي البشريه؟ ما المقصود في قوله ان من سماء الاردن يشع نورا؟ هذا النور هو نور الحق، ما دوره؟ يقوم بهدايه البشريه الى الطريق الصحيح الى اخره. احسنتم. ان الاردن مصدر الحق وانه نقطه انطلاق لاي نور او لاي هدايه للبشريه. احسنتم جميعا. اذا ان الاردن مصدر للهدايه واحقاق الحق، ويلجا اليه من يلتمس الخير. من يريد شيء او من يريد مساعده او من يريد الخير يعود الى الاردن فينال ما يريد. السؤال الرابع، ورد في النص اسم معركه. احسنت يا أليس. احسنت يا أليس وعمر ومعتصم و امنه. احسنتم. جمانه، دانا. احسنتم. اذا معركه الكرامه. احسنتم جميعا. من يحدثنا عن معركه الكرامه؟ كانت بين من ومن؟ كانت بين من ومن؟ معركة الكرامة حدثت بين من ومن؟ الأردن. أحسنتم. والجيش الإسرائيلي. ومن الذي انتصر؟ الأردن. أحسنتم. الجيش الذي انتصر هو الجيش الأردني وأعاد بهذه المعركة حق العرب لهم. أحسنتم جميعا. السؤال الخامس، بما وصف الشاعر الشعب الأردني؟ بما وصف الشاعر الشعب الأردني؟ ذكر بيت، ذكر في هذا البيت صفات الشعب الأردني أنه يتصف. أحسنتم. بالشهامة أيضا. قال يحمل الفأس بساعد أي العمل والهمة العالية، والبأس أي القوة والصمود في وجه التحديات. كل هذه صفات الشعب الأردني. أعيد، الشهامة بمعنى الشجاعة، الهمة العالية والعمل الدؤوب المستمر، البأس بمعنى القوة والصمود في وجه التحديات. أحسنتم جميعا. السؤال السادس، بما وصف الشاعر كلا من، نبدأ الفنون، قال عن الفنون أنها خالدات. أحسنتم. القصور، بما وصف القصور؟ الرائعات. أحسنتم. والقلاع، القلاع. أحسنت يا أليس. شامخات، خالدات ورائعات وشامخات، كلها صفات، كلها صفات حسنة. إذا كلها تدل على ماذا؟ على العراقة والقوة والعلو إلى آخره. أحسنتم جميعا. السؤال السابع لكم، ما أجمل بيت أعجبك ولماذا؟ أريد أن أستمع إلى إجاباتكم. هيا يا سابع، البيت الأخير يا نتالي، لماذا؟ لا أريد فقط ذكر رقم البيت، بل أريد التعليل. لماذا أعجبك البيت الأول أو الأخير يا سابع؟ يا يزن، ليش البيت الأول؟ أحمد، ليش السادس؟ اكتبوا لي بالتعليق ليش؟ الأول، الثاني، تمام، بس ليه؟ الأول يلين لأنه يتحدث أو يذكر جمال الأردن. أحسنتي. محمد الثاني. أحسنتي يا محمد، لأنه يتحدث عن الأردن. نعم، الأول يتحدث عن جمال الأردن. أغلبكم عجبوا البيت الأول لأنه بيذكر جمال الأردن. أحسنتم، لأنه يتحدث عن رفاق. نعم، غيث الثاني. أحسنت. معتصم الأول لأنه يدل على مجد الأردن. أحسنت يا معتصم. الأول يا مؤيد. يزن، شهد، جمانة. المقطع الثاني كامل لأنه يتكلم عن شجاعة الأردن. أحسنت يا جمانة، لكن نستطيع أن نحدد بيت في المقطع الثاني. علاء، أحسنت يا علاء. الأول، هذا سؤال يترك لآرائكم، لأن كل إنسان يرى بيت معين يستلهمه أو يعجبه أكثر من بيت آخر، وهذه حرية شخصية. أحسنتم جميعا. هل هناك أي سؤال على القصيدة يا سابع؟ هل هناك أي سؤال على القصيدة؟ أحسنت يا محمد. شهد، هل هناك أي سؤال؟ أحمد، محمود، لا؟ تمام.
نعمل مسابقة، نعمل مسابقة نتأكد إنه المعاني والأمور هاي تمام. نعمل مسابقة، تمام. يلا نجهز حالنا للمسابقة، نشوف مين اللي كان صاحي ودارس معي. يلا، واللي بيجاوب طبعا رح يتسجل أسماءكم للطلاب اللي بيجاوبوا صح عشان ينزال على بعض على المشاركة. تمام يا سابع؟ تمام حبايبي؟ طيب رح أغششكم شوي. كيف؟ إنه رح أفتح على الدرس وأمرر سريع على مثلا الفكرة الرئيسية، هيها الحديث عن الأردن وعلاقته، لأنه ممكن أسأل ما بنعرف، وفضلي على العرب ودورهم في تحفيزهم على الحق واللون. مثلا هون هي معاني كلمات معينة، إذا قدرتوا إنه تربطوا مثلا معاني معينة. تمام، الشهامة، الهول، صاغة، أيضا مثلا ركبة، ربوعي، الظفر، المجد. تمام، يلا. شعر القصيدة. جاهزين؟ يلا يلا معي. تمام، السؤال الأول، هات معنى كل من. هات معنى كل من. صباح الورد يا حلا. هات معنى كل من. يلا، مين أول طالب يجاوب؟ الظفر. ما معنى الظفر؟ أحسنت يا، بدي أرجع لأول حد يجاوب. ثواني، صباح الربح، أحسنتم، بس بدي أول حد يجاوب اللي هو النصر يا علي. أحسنت يا علي، أحسن. طيب الكلمة الثانية، جاهزين؟ أحسنتم جميعا، لكن بدي أشوف أنا أسرع حدا بالإجابة. كلكم صح، كلكم رح تتسجل مشاركاتكم. الكلمة الثانية اللي بدي معناها الشامخات. يلا يا سابع، الشامخات، العاليات يا حلا. أحسنتي يا حلا، أول حدا جاوب صح، كلكم صح، بس أول حدا جاوب حلا. أحسنتي يا حلا. طيب الكلمة الثالثة، جاهزين؟ طيب الكلمة الثالثة اللي بدي معناها الخالدات. ما معنى الخالدات يا سابع؟ الباقيات. أحسنتي يا جمانة، أحسنتي، أول حدا جاوب جمانة. علي، نتالي، نعم، معتصم، موسى، أحسنتم، بس أول حدا جاوب هي حلا. طيب السؤال الثاني، مش معاني صورة فنية. جاهزين؟ تمام، أحسنتم، يلا سؤال ثاني، صورة فنية. بدي حدا يكتب لي الصورة الفنية بطريقة صحيحة. الصورة الفنية كالآتي، لما تحدث في البيت الثاني بالمقطع الأول شو حكى؟ حكى عن الظفر والمجد والعلياء، مالهم؟ رفقاء للأردن. وضح الصورة الفنية في هذا البيت، يكتبها كتابة صحيحة. الصورة الفنية، أحسنت يا غيت، رفاق من الصغر لا يتفرقون. أول حدا جاوب صح غيت. أحسنت يا حلا، أحسنتم، رفاق منذ الصغر، أحسنتم. طيب بدي الصورة الفنية اللي كانت مشتركة بكل الأبيات، اللي هي لما الأردن بيتحدث عن حاله، مين يوضح الصورة الفنية الموجودة لما يقول الأردن أنا الأردن؟ شبه الأردن بماذا؟ بماذا شبه الأردن؟ أشوف أول حدا جاوب صح؟ أحسنتم، بإنسان، لكن بس بدي أرجع للتعليقات أشوف. إنسان كانت من عند زيد، لا مش زيد، أو زيد. أحسنتم جميعا، إذا شبه الأردن بإنسان، أحسنتم. طيب سؤال ثاني،
سؤال ثاني، اسم المعركة التي ذكرت، اسم المعركة التي أحسنتم. قبل ما أجاوب، قبل ما أكمل السؤال، أحسنتم جميعا ما شاء الله عليكم، كلكم دارسين وكلكم محضرين، كلنا راح تكون علامات المشاركة عالية لأن تفاعلنا كبير، أحسنتم. المعركة الكرامة اسم المعركة التي ذكرت في القصيدة، أحسنتم. طيب السؤال اللي بعده، ما اسم الشاعر الذي كتب قصيدة أنا الأردن؟ اسم الشاعر سليمان يا معتصم، أحسنت يا معتصم. حلا، مؤيد، سليم، جمانة، غيث، عمر، نتالي، كلكم صح، بس أول حد جاوب صح هو معتصم، أحسنت يا معتصم. السؤال الأخير، السؤال الأخير، الفكرة الأساسية في القصيدة، أحسنت يا غيث، كله صح. الفكرة الأساسية في القصيدة حب الأردن يا رعد، غيث، موسى، زيد، مش بس الأردن، أنا بدي أتحدث بشكل تفصيلي أكثر. أحسنت يا آم، نتحدث عن الأردن وعلاقته، أحسنتم أيضا. أريد أفكار أخرى، آية سابع، إبراز مكانة الأردن، أحسنت يا تمارا. تاريخ العريق، أحسنت يا معتصم. الفخر، أحسنت يا ريتاج. محمود، زيد، أليس، سديد، أحسنتم جميعا. مؤيد، غيث، أحسنتم، أحسنتم جميعا. طيب آخر سؤال، آخر سؤال، جاهزين؟ جاهزين لآخر سؤال؟ يلا السؤال الأخير، اختر عنوانا مناسبا للقصيدة غير عنوانها الأصلي. نشوف عناوين منكم، يلا. الأردن عرفتها ورفاق، أحسنت يا غيد. مجد الأردن، حب الأردن يا مؤيد. علي، تمانة، لين، محمود، سليم، سليم الأردن أولا بس كتابتها غلط، مش نون، تنوين فتح يا سليم، أحسنتم. رعد، أليس، الوطن الحبيب، أحسنتم جميعا. تاريخ الأردن، محمود، زيد، يوسف، تعبت بسألهم أسئلة عن القصيدة، يلا لك حاول يا ريت. إيش في أسماء أخرى؟ دانا، تمارا أحمد، أحسنت يا دانا. تمارا، آدم رامي، وطني الحبيب، أحسنت يا آدم. شهر، حكم، أحسنت يا شهر. دون جمالها، أحسنت. تاريخ الجميل، أسامة الشعب العريق، أحسنت. نضال، لا أحسنت. غيث، الأردن وعرفت الكرامة، برافو عليك، أحسنتم جميعا. دين، وعرفت الكرامة، تمام. علينا حماية الأردن، معظم تاريخه، زيد، الوطن العريق، موسى، الحب، الوطن والعزة، تمام. طيب أنا مكانة الأردن بين العرب، تمام يا جماعة، أحسنتم. طيب سؤال ثاني، جاهزين؟ معي؟ معي يا سابع؟ يلا أشوف أول حدا بيجاوب، أشوف بناء على تذكركم حفظكم للقصيدة. البيت الأول الذي كان في القصيدة ما هو؟ أول بيت في القصيدة، يلا لأن المفروض حفظين. البيت الأول في القصيدة بدون ما نغش، بدون ما نفتح الكتاب، مين يكتب لي البيت الأول في القصيدة؟ يلا نكتبه. أنا المجد والتاريخ، أحسنت يا غيث، أخذت العلامة لشدة انفعالي، راح الكتاب، أحسنت يا غيث. إذا أول بيت كان أنا والمجد والتاريخ، أحسنتم. لكن عشان من باب العدل كلكم تجاوبوا صح، واكيد كلكم هسه راح تصيروا تجاوبوا صح، لكن اول طالب يجاوب صح هو اللي راح ياخذ العلامه، احسنت يا غالي. طيب سؤال ثاني، سؤال ثاني، الشاعر بعد كل مقطع نركز، خلص نوقف التعليقات على السؤال اللي سالته، نسمع نستمع للسؤال الثاني عشان ناخذ العلامه. غيث، يعني غيث جاوب قبل ما اسال السؤال. طب شو عرفك؟ أحسنتم. أنا كنت أسأل الشاعر بعد كل مقطع كان ينهي ببيت مكون من كلمتين، أنا الأردن، أحسنت يا غيث. غيث صرت ماخذ علامتين، ما بزبط هيك، أحسنت، أحسنتم جميعا جميعا جميعا، ما شاء الله عليكم على تفاعلكم، أنا جدا 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 مبسوطة لأنه اكتشفت إنه دارسين القصيدة كلها، أحسنتم جميعا. طيب شو رأيكم ناخذ سؤال ثاني؟ وغيث ممنوع تجاوب، غيث
ما تجاوب عشان نعطي فرصه لغيرنا. طيب هاي اوكي خلص خلص اوكي يلا. سؤال ثاني، سؤال ثاني. لما قال الشاعر ملء عين الخلد ماذا قصد في هذه العباره؟ ملء عين الخلد. والله مسكيني من اول ثلاثه كلكم احسنتم، لكن اول حدا جاوب هي حلا فحلا رح تاخذ علامه. احسنتي يا حلا، برافو عليكم، برافو برافو. انا طبعا كلكم رح تكون علاماتكم منيحه لانه الطلاب اللي بيشاركوا ومشاركات بتكون صحيحه كلنا رح ناخذ علامات اكيد، لكن هاي سؤالين من باب بونس يعني زياده علامه. احسنتم جميعا، جدا 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 مبسوطه لتفاعلكم معي. اكتشفت انه كنا درسين القصيده وفاهمينها، وبتمنى للحصه الجايه نحضر درس جديد. تمام، حد عنده سؤال يا حبايبي؟ في اي سؤال على القصيده؟ قصيده واضحه؟ تمام، عشان الله يعافيكم يا رب، عشان نضل متفاعلين مع بعض وامورنا تمام. حبايبي الله يعطيكم العافيه، انا جدا مسروره، فيا ريت نحضر الدرس اللي بعد عشان نضلنا هيك متفاعلين ومشاركين مع بعض. علينا واجب سويت علينا واجب إيه؟ لا، على انه هي كانت حل اسئله القصيده، الواجب انه تحضره. لا إيه، في اعتقد اللي بعد راح يكون استماع وتحدث، كانه يا استماع وتحدث يا درس جديد. الاستماع اكيد ما راح تعرفوا تحضروه لانه انا راح اطلع عليكم نص. التحدث على اساس انه نتحدث مع بعض زي ما احنا متعودين. تمام يا حبايبي، هسه دخلت شو عملت بالضبط؟ شو اخذنا؟ حلينا اسئله القصيده وعملنا هيك مسابقه صغيره، فبتقدر تعيد الفيديو طه وتشوف شو الاشي اللي اخذناه. تمام حبايبي، كل التوفيق ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم.